ردا للمعروف وامتنانا من وقفاته الجميلة معه، شاب عراقي أحب أن يفاجئ زميله وصديق عمره بهدية ثمينة في يوم تخرجه، فارتأى أن يقدمها له على طريق باقة ورد. باقة ورد ليست عادية طبعا، وأمام أنظار جميع الطلبة المتخرجين والمدعوين لحفل التخرج. فما هي هذه الهدية يا ترى، والتي أشعلت تعليقات المدونين والمتابعين في منصات التواصل الاجتماعي بين مشجع ومبارك وآخر مشكك، وهناك من تحسر على أن يكون لديه صديق وأخ كحال بطل الحكاية لهذه القصة أو لهذا الفيديو؟ لنتابع. من لا يرغب منكم بباقة ورد أو كهدية كهذه التي شاهدناها الآن؟ مبلغ مادي قدره 6,000 دولار، أي أكثر من 8,500,000 دينار عراقي، بالإضافة إلى خاتم من الذهب الصافي بقيمة 1,800,000 دينار. هذا ما قدمه الشاب واسمه قدوري الدليمي إلى رفيقه بمناسبة تخرجه من الجامعة بصفة مهندس. الفيديو المصور الذي مضى عليه أيام، إلا أن انتشاره كان يوم أمس، لاقى من خلال هذا الانتشار كما من ردود الأفعال والتعليقات والكومنتات الكثيرة بين الناشطين، ووقفنا لكم على جانب من تلك التعليقات التي جاءت على قصة هذا الشاب الذي أهدى صديقه باقة ورد تختلف عن باقات الورود الأخرى التي اعتدنا على تقديمها أو تلقيها من الأهل والأحباب والأصدقاء. باقة ورد من الدولارات. كيف كانت التعليقات؟ كانت كالتالي، ونبدأها من تعليق لمن التعليق الأول سيكون مع المصطفى. يقول: مو جديدة على شخص مثل قدوري الذهبي، طيب وكريم، الله يحفظكم وعسى دوم السعد فالكم وكثر الله خيركم. أيضا هناك تعليق ومداخلة من نوران تقول: أني أصدقائي من ندخل المحل يقولون أنت ادفع، يا حظ المصخم، يا هيك أصدقاء يا إلا بلا، والنعم منك. الحلو أنك زرعت الفرحة بوجه صديقك، وفوقها قمت بالواجب وزيادة. عاشق. أيضا مداخلة وتعليق من عدائي يقول: شان انطيتني الفقير أجر إلك، لو نيتك صادقة لله مو العكس، بس الظاهر الأخ أما مداينة للخريج أو رايد الطشة وجمع اللايكات مو أكثر. تعليق من مروان داود يقول: ربي يدوم هاي الخوة، هو ما مثل فقورة يلي عندي، واحدهم يملك مال قارون ويجي يمي يبشي، يا أخي الصديق الوفي خير من الكنز الخفي، بس منين نجيب هيك صديق؟ أيضا هناك تعليق من الزهرة تقول: الصديق الوفي وصادق مو حسافة بهيك هدية، إن شاء الله دوم هالصداقة، أحلى شي بالدنيا الصداقة الحقيقية، وألف مبروك عبود.